على إثر التفشي الكبير لفيروس كورونا في موجته الثالثة التي تضرب العراق، تشهد مراكز التطعيم إقبالاً متزايداً من قبل المواطنين على أخذ اللقاح الذي يعد خط الدفاع الأول ضد الوباء القاتل. صارت الإقبال على اللقاح أكثر من الأيام نتيجة إلى التثقيف الثقافة العامة بواسطة التلفزيون والسوشيال ميديا الأخرى. احنا قاعد نستقبل جميع المواطنين وقاعد تمشي الامور بانسيابيه، وادعو جميع المواطنين الى اخذ اللقاح من اجل مكافحه هذا الانتشار الوبائي لفيروس كورونا. وزاره الصحه تحدثت عن تزايد الاقبال على اخذ لقاحات فيروس كورونا بعد الزياده الكبيره بالوفيات والاصابات، كما أن حملات التوعية من خطر الوباء وضرورة التطعيم كان لها الأثر الكبير في إقناع الكثيرين بأخذ اللقاح. صار وعي بالفترة الأخيرة وإقبال شديد على اللقاح، يعني نتيجة أنه التوعية المستمرة، نتيجة النصائح، نتيجة جهات معنية يعني إذا تقدم نصيحة، وهو هم أول وتالي يعني هو حماية للمواطن. المخاوف كانت بالبداية من اللقاح، والحمد لله يعني تدري بالزمن يعني اتضح أنه هذا الشيء ما موجود، وهو أول وتالي لمصلحة المواطن. واقع الصحة المتردي كان سبباً رئيساً في إحجام المواطنين عن تلقي اللقاح لانعدام الثقة بمستشفيات العراق التي صارت مثالاً يضرب بالمأساة عقب الحرائق المتكررة وحوادث انقطاع الأكسجين. كانت ماكو ثقة، يعني ماكو ثقة بالوزارة، بوزارة الصحة ماكو ثقة، بالإعلام ماكو ثقة، بالفيس، بالتواصل الاجتماعي، يعني عدة أمور، يعني تخويف بالناس. فالناس هسه بعد شالت هذا التخويف، لأن الإصابة كثرت والوفيات كثرت. سوء التنظيم وقلة مراكز التطعيم، فضلاً عن تأخر السلطات الحكومية بتوفير مستلزمات اللقاحات، كلها عقبات شكى المواطنون منها، لا سيما طوابير الانتظار الطويلة في المراكز الصحية. تعنينا من منطقة الزعفرانية، لأن منطقة الزعفرانية شوي بها ازدحام كل الشهواي المنتسبين والمواطنين. جيت اللي جاي على مود شوية الإجراءات أخاف، ضروري يعني ضرورة مراكز جديدة، لازم، لأن المراكز بيها لود هسه، هذا مركز شيء بعيد يعني باعتبار أطراف بغداد، يلا شوية يعني عدد قليل، بس باقي المراكز بالمناطق السكنية زخم مو طبيعي، ما تحصل يعني يومين ثلاثة جزء يلا يوصل لك السيارة. جائحة كورونا أظهرت قوة الأنظمة الصحية في بلدان وضعفها في أخرى، أما في العراق الجديد فقد كشفت عن انهيار النظام الصحي بالكامل بسبب سوء الإدارة والفساد المتفشي في مؤسسات الدولة، الذي جعل العراق متذيلاً لقوائم الدول التي وفرت لقاح كورونا لمواطنيها.